الزوجيات. يلا باش حكيو ليش هلا اصدقائنا شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وحلقه جديده. اليوم الفيديو يحكي عن التفاهم بين الزوج والزوجه. اليوم الفيديو مالتنا مثل ما تعرفون عن التفاهم الزوجي والحياه الزوجيه. ان شاء الله يكون الفيديو يعجبكم وخليكم ويانا. بس شويه بروحك من تقعدين، يعني اسال بروحي من نقعد قاعده شلون بروحي؟ يعني سمتت بس ابدا اكمل المقدمه يا الف مره اقول لك بس شويه ليش هيك قاعده؟ يعني كان دجاجه مهلوسه بس شويه ضبط روحك يابا. يعني وين اقعد هيك تقول لي؟ بابا يعني واحد طبيعي لساني قاعد هيك طبيعي انا قاعد هيك ليش؟ يعني وين هم اقعد هيك بيك علي طرقون طرفيها ما اريد اصورهم. يعني هاي صار لك من بدينا ليها سنه يمكن ثلاث مرات ما ادري اربع طفيتها قعد يسوي وين اقعد؟ انت هسه من عرفتي انت انه الكاميرا توقفت هسه يلا طلع صوتك من تحكيني يعني احكي ليش ضام روحي يعني مثل هناني هسه ما حكيت والفراغ حق ما طفى الكاميرا وراح انام احسن لي الكاميرا يعني ايش قد المهم شغالكم شغول هسه المهم عيدي المهم كاف استاذن السؤال طعيني من تصوير هسه مو هسه هسه عيدي يلا جاهزة؟ إيه استشهد وين وصلنا؟ وين والله دوختيني بالقرآن دوختيني. زين؟ عوف اليوم ما نصور. يومية للصويل من البارحة إحنا صلنا أصلاً دريت نحضر الفيديو وهمني أنا ما أدري إيش طلعت لنا ولغينا شو اسمه التصوير. يا بس أنا إيش قلت أنت تحكي على القعدة مالتي؟ بس عيدي كافة كلها من وقتنا عيدي. مثل ما تعرفون أصدقائنا اليوم راح نتكلم لكم عن الحياة الزوجية وإن شاء الله تكون يعني تستفادون ويانا يعني بهاي الحلقة. يعني هي مثل ما نقول حلقة بس ليش ما مستعد؟ ليش ما مستعد؟ بس استعدي شويه من البدايه. استعد يعني شلون استعد بابا؟ يعني تستهزئين بي انت مثلا؟ مو استهزئ استعدي يعني مو قاعده شو اسوي؟ يعني رتبي كلامك يعني كوناني اول ما نخلص انت قبل تطلعين قدامي يعني مو تقعدين يعني مو يعني قاعده تنتظر شكت الله الله شكت يا الهي يا شنو؟ يعني انت مو قلت لي ديش ما فيني ثلاثة قطعت الفيديو من دخلت ترى طقت مرارتي والله العظيم كافي خلي نعيدها كافي شغل. اصدقائنا مثل ما تعرفون اليوم ان شاء الله راح نتحدث لكم عن الحياة الزوجية واهم المواضيع اللي موجودة بيها. نسوي شغل عناد يعني مثلا؟ والله مو نسوي شغل عناد، انا يعني ما اعرف شو احكي بيه، اقول لك هذا الموضوع انا يعني ما اريد احكي بيه هي قوة، ايش ما عرفني بروفيسورة بين الزوج والزوجة؟ هسه صبح كل شيء ما تعرفه بهاي المواضيع. يعني هي تفاهم من وانت اصلا انت بكل ما انت بكل فيديو انت بكل فيديو جاي نصوره كل فيديو ما تعرف شو تسوي لو لو ما ادري شو تسوي لو تخسرك لا يعني ايش فينا مو كل مره كل فيديو نصور ماكو شيء هذا الفيديو ما ادري حبيبتي اصلا ما احنا عاجبنا هذا التصوير لا والله انا عاجب هسه كافي لا تكرهني بالتصوير كافي. اصدقائنا مثل ما تعرفون راح اليوم راح نتحدث لكم عن الحياه الزوجيه وان شاء الله تستفادون من هذا الموضوع خليكم ويانا وبعدني ما مكمل لا حول ولا قوه اقول لك لو تصورين لو ما تصورين صار لي الساعه ما ادري ايش بيك يعني لايف اروحي انت لايف اروحي على شنو انت اللي قلت لي من اكمل احكي انت يعني استغفر الله والله بعد كافي خلينا نصور كافي بعد كل شيء ما اعرف اعبر من وراك لا تعبرين ولا تكتبين كافي يلا اصدقائنا اليوم راح نتحدث لكم عن موضوع الحياه الزوجيه خليكم ويانا وان شاء الله يعجبكم الفيديو ومثل ما قلت لكم علي اليوم راح نحكي عليهم يعني التفاهم نحكي عليهم شنو يا ببالك مو يم الفيديو ليه ببالك مو يم الفيديو والله ما عاجبني يعني انا ايش علي بيهم بين التفاهم الزوج والزوجة بس هيك شويه هيك ايش اقعد يعني ايش اقعد هاي شنو هاي القعده شو يسموها يعني مو هيك يعني ارتاح بالقعده قعده طبيعيه يلا قعدنا هيك شيء هيك نقعد قعده طبيعيه ايش بيك علي مو انت مش شنجل انت مش شنجل ليش مش شنجل اصدقائنا مثل ما تعرفون اليوم راح نسولف لكم احنا عن الحياه الزوجيه وان شاء الله تستفادون انتم من هذا الموضوع ومثل ما قلت لكم علي انه راح نحكي عليهم التفاهم شلون يكون وال ويعني اقول لك ترى ما درست هذا الموضوع والله لا عاد احنا من البارحه من اليوم جدا نحكي عاد احنا من البارحه اليوم انت مو على بعضك انت ما عاجبني هذا الفيديو يعني شعلي انا اني انا اقول اجي احكي لهم عن الزوج والزوجه يعني انت مو من الزوجه غير العالم اللي انت مو ام عوف هسه ايدك عوفيه اقعد هنا انا وخلينا نعيد من الكافي خلينا نعيد من البدايه. اصدقائنا شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير، اليوم احنا راح نتحدث لكم عن الحياه الزوجيه وان شاء الله يكون الفيديو يعجبكم خليكم ويانا. استقلت الشاغين ما اريد اصور مسده.
شنو ده يجيب أنت والله تعالي خلنا نمشي عن الحياة الزوج والزوجة أنا إيش علي ليش إيش يجيبوني ما أريد أصور. إذا عاد ليش كنتي لي وأنا هذا الفيديو يعجبني إذا عاد قوم لصم قوم لا تصور. أستعوفي شو لما يتعالي قاعدي. استغفر الله يا ربي يعني والله ما أريد أصور يعني هي إجباري. دي تعال كافي كافي كافي. الله يا ربي. كافي تعالي رجع قاعدنا صور هاي هلا طبعا نفضها عادي أنا. يلا فضنا هسه أمينة قال الزوج والزوجة إيه. يلا إذا عاد شو هو إحنا هذا موضوعنا إيش عشان صور لهم. يعني إحنا مقالب تحديات جابنا على الزوج والزوجة والحديث والهاي. لازم استكاب كاب 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 خليت قالت لي تخطني براسي هون راح نسولف لكم عن الحياه الزوجيه وان شاء الله خليكم ويانا بهذا الفيديو شوف حتى هنيك متخربط والله قريته من وراك لا شعلي والله يعني لان انت واسش مو يم التصوير هذا يلا عيد هاي يمكن 16000 مره عادل الفيديو اصلا انا قاعد احكي عادي بس انت يلا وهسه مثل ما قلت لكم علي انه اليوم راح بس شويه حركي ايدك بس شويه حركي مثل ما قلت لكم علي لازم اول نقطه تصير بيها التفاهم بين بس بقى على الكاميرا الكاميرا ترى مو مننا انا بقى على الكاميرا درياتها هاي هاي العدسه ما تشوفيها هاي هي تشوفيها بقى هي ذيك علي يعني ليش هيك تتصرف وياي ترى والله ما يصير مو صار 90 مره احنا نعيد الفيديو لو اقوم لو ما لو لو لو, لو ما اصور يعني انا كم مره عفته وقمت ورحت قلت لك ما اصور ما هذا الفيديو ما ناوي يصور ما ناوي يصير يعني اجباري ما ناوي يصير لا شو اللي يصور اليوم هذا الفيديو زين ليش عليك بيه مشكلة اي سك خلينا نعيد من البدايه اصدقائنا مثل ما تعرفون اليوم احنا راح نتكلم لكم عن الحياه الزوجيه ان شاء الله تكونوا مستفادين ويانا بهذا الموضوع وخليكم ويانا مثل ما قلت لكم علي انه راح نتكلم عن الحياه الزوج والزوجه لازم اهم بس شيء بس شويه اضحك بس شويه صدقنا انتم شايفين يعني الضحك ايش جابه على هذا الموضوع اي مو يعني اكو واحد مبوز قد ايش اصدقائنا اليوم احنا نتحدث عن غير واحد شويه يضحك ليش تعلمين صديقتي الشاقة اي مو اقول لك انت لو تستهانين بي ليش وذا طوجيني قوة زين ليش استهان بابا ما ادري استهان يعني قال قلت لك والله العظيم انا هاي اخر لقطه تريدين ما تريدين انطلقي زين ترى راح صدق راح اطلع من طوري عيد يعني دام قول لها الفيديو هذا صراحة طبعا مثل ما تعرفون انا الموبايل بهذا الفيديو راح اتكلم نيابه عن سرا لان سرا مثل ما نقول مو كلش يعني متفاهمه ويا هذا الموضوع وواصله وياه بهذا الموضوع ومحاوره اعرف هاي بس انا هذا يعني شو اسمه الفكره ما عجبتني يلا بدنا نشوفك ايش راح تحكي يلا اصدقائنا مثل ما تعرفون اليوم انا راح اتحدث لكم عن هذا الموضوع ان شاء الله ينال اعجابكم وسرا راح تشاركني طبعا بعض المواضيع ان شاء الله تستفادون من عندنا مثل ما قلنا لكم اصدقائنا لازم اول شيء يكون بالزواج التفاهم لان هو التفاهم اساس العلاقه الزوجيه بس الكاميرا ترى هياتها مو 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 10 كاميرات احنا عندنا ذي وحده الله الله عليها هاي شبيك هذا صدق لو في شراقه اي بس باح هنا يعني يعني انا علي وزيرت ليش عايف الكاميرا بدها تواضع على وجهي بابا يعني شلون هيك بواضع وانت ورا ليه تحكين وانا هيك بواضع داخل المغذي هنا طعنا اليوم انا راح اتحدث لكم عن هذا الموضوع وان شاء الله ينال اعجابكم سرا راح تشاركني ببعض المواضيع خليكم ويانا مثل ما قلنا لكم اصدقائنا انه اساس العلاقه الزوجيه بس يا بش ليش ايش تسويها بس اذا بدي ليش تلعبين كاراتيه ليش بدك تفركين ايدك ليش خير ان شاء الله وشكرا ذبانكم دكاتره ذبانه انا بعد ما اريد اصور تصور روحي تعال 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 اصدقائنا كان هذا طبعا الله 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 تمثيل وانت تدرين فيه يعني وقاعد مع زوري صح اصدقائنا زوري طلعت قبلها طبعا هذا المقلب كان تمثيل مقلب بيكم انتو ان شاء الله طبعا ما يعاملني على هيك معامله ونصور راح اعاملها صدق هيك معامله لان بعد ما مكملها وطلعت لي من انا اصدقائنا هذا المقلب كان تمثيل بيكم ان شاء الله ما تحكمون عليه بدايه الفيديو يعني احنا حبينا هذا المقلب نسويه بيكم انتو شفنا احد التعليقات انه ذاكرنا سووا معلب معلب اكو احد الاصدقاء كاتبنا بالتعليقات سووا لنا معلب وبهذا المعلب دائما خلونا يعني كثرونا بالزلاطه بالمعلب هذا المعلبيه سووا لنا معلبيه مهلبيه زين احد الاصدقاء كاتبنا بالتعليقات سووا هذا المقلب ويعني صراحه شفناه وعجبتنا الفكره من درست الموضوع ببالي وفكرت لو شفته انه موضوع حلو يعني صراحه شويه تغيير وان شاء الله ينال اعجابكم ابدا انا ما عاملها هيك تعامل وهي طبعا تدري قلنا لكم ما احنا ابد ماكو هيك شيء بيناتنا من شفتوه بالكاميرا انا وعلي الحمد لله متفاهمين من نصور من نطلع من نجي يعني كلش طبيعي ما توصل لهي المرحله ابد كملتي
طبعا اصدقائنا احنا قبل ما احنا قبل ما نصور احنا نكون محضرين كل شيء ودارسين الوضعيه قبل ما نصور. يعني شيء طبيعي كلش. هذا هذا كان تمثيل بيكم، احنا كلنا هذا كان تمثيل بيكم، ان شاء الله يكون يعجبكم. اصدقائنا لهنا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. سرى بهذا الفيديو تحديتها اني، طبعا هي كان الفيديو قالت لي احتمال هذا الفيديو ما ينجح هوايه، هذا ما يقلب ما ينجح بالمشاهدين. يعني انا شيء عادي، يعني صار انا راهنتها تراهن وقدامكم لا تفشلوني. هذا الفيديو يوصل 2000 لايك، اذا ما مقتنع، يعني ما مقتنع بالفيديو، عفوا ما مقتنع بالفيديو، وهذا الفيديو اريده اني يوصل 2000 لايك، وارفعوا راسي قدامه حتى لو ظل تاكل راسي بعدين، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. باي باي.